الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مستشفى دار الطب. أهلا بكم. تأخر الإنجاب في قصص مثيرة للغاية، قصص تحتاج إلى فهم وتدقيق. حقيقة أن بعض الكابلز في تأخر الإنجاب يقفوا أمام مؤشر AMH، والAMH ده اختصار لحاجة اسمها أنتي موليريال هرمون، وهو مقياس من مقاييس اللاب لتحديد كفاءة المبيض. كثير من الحالات أنا عندي أسئلة كثيرة جدا بتدور حول الـ AMH، إحنا عايزين نعرف هل فرص الإنجاب موجودة لما يكون الـ AMH ده كذا؟ فهل حقيقة ارتباط الحقل المجهري بهذا الـ AMH حقيقة واقعية نسبيا، أم أن هناك خفايا حول هذا الأمر الذي يعبر عن طبيعة المبيض؟ ولماذا كثرت حالات تأثر المبيض أو فشل مبكر المبيض أو إرهاق المبيض بشكل، مش هنقول فشل عشان برضه بتضايق الناس، لكن أن أنا أشوف بنت ست سنها مش كبير وعندها المبيض ليس في جودة، ليه زادت هذه الحالات؟ ولا هي موجودة وإحنا اللي بدأنا نكتشفها بشكل أكثر؟ هذه جزئية من أجزاء كثيرة ستكون في حوار مثير اليوم مع ضيف العزيز الرائد القدير لعالم الحقل المجهري والمؤسس المميز لواحدة من كبريات الصروح الطبية الموجودة في مصر المتخصصة في تأخر الإنجاب، ضيف العزيز القمة الأكاديمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري وأستاذ تأخر الإنجاب والحقن المجهري، رئيس مجلس الإدارة المؤسس لمستشفيات دار الطب العريق. أهلا بك دكتور أحمد. ازيك؟ منورني. ما يسمى بأدوية أو أشياء تزود قابلية الرحم لاستقبال الأجنة، يلا بينا في حاجة كده؟ يلا بينا. ما هو هي إيه الأدوية؟ كورتيزون. وفي حاجة تانية؟ مفيش إلا كورتيزون. وبأنواعه في حاجات تانية استجدت، اللي هي حقن بتتحقن جوة تجويف الرحم. طب يلا نحقن الحقنة دي تحت بطانة الرحم، يعني سب اندوميتريال. كان في زمان حاجة اسمها انترافينوس اميونوجلوبولينز، اللي هو انك انت بتدي اميونوجلوبولينز مشتق من مشتقات الدم وريديا، بس ده دواء غالي جدا 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 جدا، واستبدل بعد كده بحاجة اسمها انتراليبيد، اللي هو الحقنة الانتراليبيد ده مغذي بيتاخد في الرعايات المركزة كلها. بص، كل ما قد يفيد وليس مضر أهلا بيك. في سؤال أنا هقوله لحضرتك، لأنه بس هو كوميدي كوميدي جدا، بس ده يدل على أنه الناس ما بتتفرجش، ما عندهاش خبرات. يعني السؤال كده، لا قبل ما تقول السؤال، انت قلت لي تعالى بقى بعد البرنامج انا هعشيك كذا وكذا وكذا، وده احسن واحد بيعمل الاكلة دي في العالم، وهنروح هناك هنشوف ملك انجلترا وامير دولة مش عارف ايه، فانا هصدقك فهمشي وراك وانا جعان. وانا ما انا مش جعان، بقول لك يا ايمن اتكل على الله روح اتعشى، انما انا لو جعان، يعني انا لو انا اي نيد عيل، فاي كلام هيتقال انا هروح وراه، ودي المشكله. وعلى فكره جزء من افساد الطب، جزء من افساد الطب اتى من البرامج اللي زي اللي احنا قاعدين فيها، اذا كانوا اذا كانت
ما بيشتغلوش بمهام بالظبط. وعلى فكره انا حتى دلوقتي بسال انت ليه ما بتطلعش في برامج تلفزيون؟ ده انا كنت ممكن تلاقيني في برنامج اطفال سنه 2010 بتكلم على الحقن المجاني لانه انا انه البرامج بتاعت البرامج الطبيه في جزء كبير منها الموضوع بقى مش مظبوط. لا مش مظبوط. وبالتالي وانا مش بعمل اعلان عن البرنامج هنا انا راجل خليه. انا باستضاف في هذا البرنامج ولكن هو في الاخر تاني الحاجه في بعض الاحيان بتخلي البني ادم يسمع معلومات مسفه ويتخيل انها طب وعلم. طب اللي انا هقول لك ده والله العظيم سؤال قدامي بس تقول لي رايك في هذا السؤال ايه. بتقول كده عندها اتنين انبوبه متشالين لانها عجلها حمل خارج الرحم زي الفل فبتسال هل ممكن تعمل حمل طبيعي ولا لازم حقن مجاري؟ لا بص حضرتك هو لا يوجد زراعه للانابيب ولا عوده فيما حدث في الانابيب. انما خليني عشان للناس التانيين لو واحده ست عندها حمل خارج الرحم واستوصلت انبوبه وهناك انبوبه اخرى في دكاتره هيقولوا لها عايزين ننشط المبيض عشان البويضات تخرج من الناحيه اللي فيها الانبوبه السليمه. في دكاتره هيقولوا لها احنا عايزين نعمل منظار عشان ننظف ونسلك الانبوبه اللي موجوده. في دكاتره هيقولوا لها روحي اعملي حقن مجهري. في دكاتره هيقولوا لها روحي اربطي الانبوبه لحسن يحصل حمل خارج الرحم في الانبوبه اللي لا زالت موجوده. كل واحد منهم له رايه وبيدعمه. ده موضوعنا مش المقياس في ده هو اخر مره انا حملت امتى وهل انا عندي مشكله في ان انا اعمل حقن مجهري. ما انت ما ينفعش انك تضغط يعني السؤال هل يجوز حدوث حمل طبيعي من انبوب قد يكون نص تالف في عدم وجود الانبوب الاخر؟ اه طبعا ممكن. ايه اللي يفصل بين الحقيقه والخيال؟ مده تاخر الانجاب بس. نورت وشرفت. شكرا. ضيفي العزيز القمعي العلميه الكبيره والاسم الرائد في عالم الاخصاب المساعد استاذ الدكتور احمد عوض الله استاذ واستشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري ورئيس مجلس اداره المؤسس لمستشفى دار الطب. ابدع في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق ونهاها بجمله مهمه جدا جدا انا بكررها وراه. اذا كان اي اجراء من اجراءات الاخصاب المساعد سيقاطع او سيؤثر على حياتك بسلب بشكل اكيد وسيؤثر على اسرتك بالامان والاطمئنان فبلاش منه. بلاش منه لانه هيكون نوع من انواع يعني زي ما بيقولوا الالقاء الى جزء من التهلكه. بلاش ده. خليكوا دايما مع ناس الحلوه. تأخر إنجاب 10 سنين والحمد لله الدكتور أحمد عوض الله هو اللي يعني طلع إيه السبب. من أول تجربة ربنا كرمني وبعد 7 سنين عملت محاولة تانية وربنا كرمني مع عبد الرحمن والحمد لله بشكرهم جدا رجعوا الأمل فينا وابتسامتنا في الحياة الحمد لله يعني ربنا كريم الحمد لله.